استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الشيخ دعيج فهد دعيج السلمان الصباح. وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وما تشهده من تطور وازدهار بفضل الرغبة المشتركة لدى البلدين لتنميتها، حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على الارتقاء بهذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، مشيدا سموه بما حققته دولة الكويت الشقيقة من تطور ونماء بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقد أعرب الشيخ دعيج فهد دعيج السلمان الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت.